تحية طيبة مشاهدينا الكرام. ما سبب الخلافات الكبيرة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية؟ ألا يوجد مصالح مشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا في كوريا الشمالية؟ هل انتهى مستقبل الصراع النووي بين الولايات المتحدة والكوريتين؟ أم أن كوريا الشمالية ستشعل فتيل الحرب النووية؟ أسئلة يجيبنا عليها نخبة من المفكرين والمحللين في هذه الحلقة من برنامج بسيطة. صاروا فينا. وين موجود البيت الأبيض؟ موجود ماما، دايماً رح نشتري فيه، رح نشتري فستق. طيب ما معرفتك في البيت الأبيض؟ البيت أصدق البيت الأرنب الصغير. بيت الأرنب الصغير. ما معي إياها صري. في 6 غرف. آه. في 4 حمامات أو 5. آه. وفي صالون كبير. وكم من شو اسمها؟ بلكونة. مية البلدية أنتوا بتيجي في البيت الأبيض. اللي بدهم. ما سر هذا الخلاف؟ لأنهم بدهم البيت الأبيض. يعني ليه لا يعملوا بيت أبيض؟ خلاص، يعني أنا رأيي هم يعملوا بيت أبيض ويرتاحوا بكوريا الشمالية، صح؟ إنهم زلعوا من بعض. زلعة كبيرة كانت والله. صح. على لي زلع الحدا. بالإنجليزي اسمه وايت هاوس. Exactly the White House. وين White House؟ بأمريكا. بأمريكا. البيت الأبيض وين موجود؟ جنب العدسية، منطقة العدسية. على طريق البحر الميت. لونه أبيض والروف تاعه لونه أبيض وعليه شمني لونه أحمر. بس ما في يورانيوم بالبيت الأبيض؟ في بدل في يعني هو زي قصر البيت الأبيض. كبير. أوكي. فيه لمزين فيه. أوكي. فيه رشياء حلوين. طيب. فيه أواعي، فيه بابيونات، بدل، جرافات. مثلات ثلاجات خربان للبيع. من المطعم. نعم. اليورانيوم منجيبه من المطعم؟ مطاعم شعبية لازم تكون من روسيا. وروسيا من وين بتجيب يورانيوم؟ بطبخوه بفاكتوري. عندهم فاكتوري لليورانيوم بطبخوا. واليورانيوم اللي بالوايت هاوس وين يروح؟ بيروح على الوايت هاوس، عشان الوايت هاوس كتير كبير. كل واحد منهم ياخد نص من الوايت هاوس عشان ما يتخانقوا. تمام. بوفي لحالهم. لا مش غرفة، بيت لحالهم. يقسموا في الوايت هاوس. بيقسموا الوايت هاوس وبعدين بيحطوا هيك وبيبنوا أطول وبعدين بيشيل عندهم غرف أكثر. تمام. إذا بقولوا لك بسيطة، إحنا بنقدر نحل مشكلة اليورانيوم في البيت الأبيض بتقسيم البيت الأبيض، تعمل نصه هو بيت أبيض ونصه مفاعل نووي. وبهاي الحالة إحنا يعني بنحل مشكلة الخلافات اللي بين كوريا الشمالية وبين البيت الأبيض. فيها زيوس وحرب وشرطة وهيك أشياء. البيت الأبيض أخذ
عدوا الألعاب وهم زعلوا عشان أخذوا كوريا زعلت من البيت الأبيض عشان أخذوا ألعابهم عشان الألعاب كانوا مخبيين وهم لما هم كانوا نايمين كانوا هم يعمل تبتوا عشان هم ما يعرفوا هم هون وبعدين أخذوا الألعاب بكيس وراحوا عندهم. اليورانيوم عنده موجود في البيت الأبيض ولا البيت الأبيض فيه بس ألعاب؟ بس مصاري وألعاب. بإيش يستخدم هو اليورانيوم؟ بيصنعوا منه قنابل وهيك أشياء. طب الفتيش هذا اللي بيلعبوا فيه بالشارع فيه يورانيوم؟ طبعاً لأنه بفقع زي قنبلة. فأي إشي بفقع فيه يورانيوم. فباكيت العصير الموجود بالشارع بتدعس عليه ويفقع معناته باكيت العصير فيه يورانيوم. أنا بعرف إنه يورانيوم أنا حكولي إنه طلع زاكي إنه أكيد أبوي ده طعمه لليورانيوم. البيت الأبيض وكوريا إيش لازم يعملوا؟ لازم يتصالحوا لبعض. كيف؟ عشان لازم يقولوا أسفين. إذن السيد طلال بقول لك بسيطة، كوريا الشمالية والبيت الأبيض يعقدوا اتفاقية يتم من خلالها يحكوا لبعض آسفين وهيك بتنحل مشكلة تخصيب اليورانيوم بين الدولتين. شو اليورانيوم طلع بالأخير؟ جبنة معفنة. جبنة معفنة. Oh, I'm a Mr. Happy.